تشاهدون اليوم لقاء مع الكاتبة والأديبة الكويتية ليلى العثمان في حديث عن واقع المجتمع الكويتي وما نعيشه من متغيرات اجتماعية ورأيها بمستوى الأدب الكويتي حالياً وما يقدمه الشباب، ولقاء آخر مع وزير الصحة الأسبق الدكتور محمد براك الهيفي استشاري جراحة عامة وجراحة المناظير، وحديث عن ارتفاع نسبة المصابين بالسمنة في المجتمع الكويتي حيث تعد مرضاً حقيقياً يحمل في طياته الكثير من المخاطر على حياة الناس. مساء الخير مشاهدينا وحلقة أول أسبوع من برنامج بالكويتي. طبعاً مشاهدينا أثناء تنقلنا في شوارع الكويت ومشاورنا العادية في كثير من الأوقات نمر على بعض المعالم التراثية اللي ما زالت موجودة ويتم ترميمها. كثير من الناس وخاصة الشباب أو الأطفال ما تكون عندهم المعلومة الكافية عن هذه المعالم أو قصة بنائها، تاريخ تشييدها، شنو الأحداث اللي مرت عليها. من هذه المباني اللي دايماً نمر عليها هي بوابة الشامية بالقرب القريبة من وزارة الإعلام، واللي تعتبر إحدى بوابات سور الكويت الثالث اللي تم تشييده عام 1920. الكل يعرف أن في تاريخ الكويت تم بناء ثلاث أسوار في فترات مختلفة من تاريخها لحمايتها من الأخطار في ذلك الوقت، وكان آخرها السور الثالث وكان في خمس بوابات منها بوابة الشامية. قصة مكان اليوم سوينا هذا التقرير الخاص عن بوابة الشامية، خلونا نشوفها مع بعض. بوابة الشامية إحدى بوابات السور الثالث في دولة الكويت، والذي بني في عام 1920 في عهد الشيخ سالم المبارك الصباح رحمه الله لحماية الكويت من الاعتداءات المتكررة في تلك الفترة، واستمر بناء السور لمدة شهرين متتاليين، وقد بلغ طوله 5 أميال وارتفاعه 3 أمتار. وللسور الثالث 5 بوابات، وهي بوابة المكصب، وبوابة الجهرة، وبوابة الشامية، وبوابة البريعصي، وبوابة دسمان. وقد هدم السور الثالث في عام 1957، وبقيت منه البوابات كمعالم للسور. بوابة الشامية التي تقع بالقرب من مبنى وزارة الإعلام حاليا لتبقى ذكرى للآباء والأجداد راسخة في الذاكرة والوجدان. زلنا مع من بعد بوابة الشامية أيضا مع خلينا نقول ريحة الكويت. عندنا ضيفة جايز تعبر عن المرأة الكويتية في مجال ما. خلونا نطلع فاصل وبعدها نبدأ الحوار معها. اللجان هي قلب مجلس الأمة النابضة، اجتماعات وبحوث ومختصون، عمل دؤوب لا يتوقف. هذه الشعرة يجب أن تحافظ عليها اللجنة. الحكومة برمتها ارفضت المشروع والآن قدم لأن المجلس سيد قرار إنشاء شركة حتى يكون فيها استفادة للمواطنين. رفض هذه التعديلات. ملاحظات فعلا جوهرية من ناس مختصين ومهنيين. بين ردهات لجان مجلس الأمة الدائمة منها والمؤقتة نفتش عن التفاصيل ونقلب الأوراق لنساير التشريعات قبل أن توضع على أجندة الجلسات. نبض اللجان الجمعة على تلفزيون المجلس.
11-11 الدستور. الدستور في الحقيقة سور من أسوار حماية الكويت. حرية الرأي بين التنظيم والتجريم. ليس كل مواطن يعرف حدوده القانونية. فلسفة قانون الحضانة العائلية. هذا الموضوع اللي يعتبر عند البعض يمكن خط أحمر. الحكومة بالفعل تمتلك رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد. حكومة مخطئة في صرف الدعم بشكل عام. وضع هيئة مكافحة الفساد. يعني عدم وجود الفساد أقول لك لا. الوكالات التجارية والتخطيط الاقتصادي. المسؤول يجب أن يتحمل. المدارس الحكومية مقارنة بالخاصة. هذه مهنة الأنبياء وهي مهنة سامية. الرياضة الكويتية بين التطوير والإيقاف. لا نملك قيادات رياضية كما كان في السابق. وقتنا انتهى. وقت انتهى والرياضة انتهت. هاشتاج الاثنين على تلفزيون المجلس. مشكلة التواصل فيما بيننا. أنا توي واصل الساعة 12 ويطلع. كده أنا بيكم تنامون. هذا حبيبنا التمساح اللي ذبحه أخوه. أنا أحب آخذ خطوات جريئة. هلا ولدي يا شوية هلا مغايلة. لتر اللي بتش. بس توقف. فهني التشالنج يصير. We don't have time. Johnny. Come on guys, come on. اليوم غنية عن التعريف، كاتبة وأديبة ورائدة في مجال الأدب والثقافة، مؤلفاتها أكيد تتكلم عنها، لكن في حلقتنا اليوم ما نبي نركز يمكن على هذا الجانب، راح ناخذها لأبعد من كذي. وبالبداية نقول لك الحمد لله على السلامة وسلامات. الله يسلمك. شكرا. تسلمين. شنو كان العارض اللي كنت تعاني منه؟ والله العارض اللي يصيب كبار السن. لا اسم الله عليك. العظام شوية المعدة ويعني تعبت شوي، لكن الآن الحمد لله مع العلاج وكل شيء تمام الحمد لله. إن شاء الله على طول نضل كذي ما نرجع ننتكس. لا بإذن الله إن شاء الله. الله يكتب لك الصحة والعافية. الله يسلمك. شكرا. إذن خلنا نتكلم عن ليلى العثمان، شلون قاعد تعيش حياتها في الوقت الحالي، يعني بعد سنوات خلينا نقول مليئة بالنشاطات الأدبية، أو يعني لك أكيد العديد من الأنشطة اللي قضيتي فيها السنوات الأخيرة، لكن يمكن بالفترة الأخيرة نشوفك هادية. شوفي كل إنسان عنده طاقة يعني على الحركة، عنده طاقة على يعني البحث عن أي شيء جديد وكذا. صحيح. بس أحياناً تصير ظروف تخلي الكاتب ينزوي شوية لحاجته لهذا الانزواء أولاً، أو لأسباب نفسية. أنا الحقيقة ما غبت إلا من بداية الربيع العربي، يعني جتني حالة كآبة أو سميها اكتئاب، وانعزلت عن الناس فعلاً. حتى أولادي كان صعب يعني أني أكون مثل أول معاهم وحركة وكذا. فإحنا بالنسبة للكاتب أنه ما في شيء يعالج الكاتب من أي أمراض أو من أي ألم نفسي إلا الكتابة. وأنا في هالفترة أيضاً يعني قمت بس أقرأ، لأنه ما عاد عندي قدرة على أني أكتب. لمن تقرأ ليلى العثمان؟ أنا أقرأ للجميع، للكل، أدب عربي، أدب غربي، أدب حتى هندي، يعني تركي. طلعوا كم كاتبة يعني الواحد يحب يتابعهم. ويعني أقرأ حق الشباب أيضا في هالمرحلة، صار عندنا أصوات شابة وايدة. صحيح. وإنتاجات وايدة. نعم. فالواحد يحب يعني يشوف شنو هالمواهب الجديدة اللي قاعدة تطلع، وهل ستكون هي مكملة في الطريق اللي بدأه هو
الأدباء الكبار قبلهم أو الكتاب الكبار. هذا الموضوع أكيد راح نتكلم فيه بشكل يعني بتفاصيل أكبر، هنقول من كذي. عندنا تقرير مشاهدينا، خلونا نشوفه مع بعض. الكاتبة والأديبة ليلى عبد الله العثمان ترعرعت في بيت مغمور بالأدب. كان والدها شاعرا له بعض الاهتمامات والإسهامات الأدبية، مما ساعد أن تسلك طريق الأدب بكثير من الثقة والجاهزية. تلقت دراستها في الكويت فنالت شهادة ثانوية. تتوقف عن مسار تعليمها لتلج عوالم الكتابة الأدبية وهي ما تزال طالبة. المرأة والقطة كانت من أولى إصداراتها سنة 85، بعد سلسلة مجموعات من القصص القصيرة. مؤلفاتها تخطت 25 ما بين القصة والرواية والشعر، وتم ترجمة بعضها لعدد من اللغات الأجنبية. حازت العديد من الجوائز والأوسمة المحلية والخارجية، واختيرت رواياتها واسمية تخرج من البحر ضمن أفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين. مشاركاتها جاءت كبيرة وحثيثة في الندوات والمؤتمرات الأدبية في دول عربية وأجنبية. ليلى العثمان كسرت التابوهات وكتبت عن المكشوف وعن خبايا المجتمع أو كل ما يحاول أن يخفيه وراء العادات والتقاليد. ليلى عثمان روائية من الكويت تكتب لكل رجل وامرأة هنا وهناك في العالم العربي، وتكتب للإنسانية قاطبة. في الليل تأتي العيون تبصر تسمع تتكلم السطور آلاماً وأمانة. إذن أستاذة ليلى، وصلتي خلينا نقول لمرحلة النضوج من عمر الإنسان، النضوج في الحياة، النضوج في الكتابة، النضوج في الاختيارات، شلون لقيتي هذه المرحلة؟ مرحلة النضوج أكيد لها طعم يعني يختلف. يعني وإحنا شباب كنا أكثر أحلامنا كبيرة وكثيرة، ونشاطنا أكثر. صحيح. الآن يعني شوية يعني الزمن خذ من ذاك النشاط وتلك الأحلام. في أشياء كثيرة حققناها وأشياء كثيرة يعني ما أقول أنا ما زلت أحلم حتى الحين، لا، لأنه في شنو الواحد الحين بعمري ما عندي أحلام إلا أنه أنا يعني إلا أني أشوف أولادي في سعادة. نعم. إلا أن أشوف بلدي زين. أحلامي أنه أنا أظل في هالمكان اللي حبوني الناس فيها وكرموني الناس فيها، إنما يصير عندي أي نكسة صحية. لا إن شاء الله. هذا يعني أحلام المرحلة هذه، وإني أظل أكتب بقدر استطاعتي، بقدر ما يعني أحسه وأشعره وأتيني أفكار كذي يعني، بس إنه مو ذيك الأحلام مثل لما كنت صغيرة أو صبية أو بالسنوات اللي اشتغلت فيها واجتهدت وكنت كل سنة أطلع كتاب. يعني يقولون إن الأحلام ما توقف عند عمر معين، الكلام هذا مو صحيح؟ لا، هي إذا في عندك طموح لشيء معين أحلامك تظل مستمرة. نعم. بس أنا الآن كل طموحي إني أعيش بسلام، إني بس أشوف أولادي مرتاحين وسعداء. نعم. وأشوف الناس حوالي متحابين ومتآلفين. يعني في الكتابة حققت حلمي، في الأولاد حققت الحمد لله حلمي، في خدمة بلدي أيضا خدمت بلدي خاصة فترة الغزو. صحيح. فيعني ما في ذيك يعني شنا بنحلم فيه بعريس ولا لا لا مو شرط كذي ولا بأطفال جدد، لا لا. فأقول لك إنه ما تنتهي الأحلام، ولكنها تقل يعني تنكمش شوية، إلا اللي يعني يستجد شيء تحلمين أنه يتحقق. نعم. لكن النضوج في الاختيار، هل حسيتي الحين أن مرحلة أجمل من ذي قبل؟ يعني لها طعم خاص في اختياراتك بالقراءة، اختياراتك في الحياة؟ أكيد أكيد يصير الوعي مع العمر، أيضا الوعي يعني يتشكل بشكل أقدر على أنه يتقبل كل ما يقرأ. نعم. قراءاتي يمكن في الماضي كانت قراءات
يمكن لتمضية الوقت، خاصة ولما كنت في بيت أبوي. بعدين لما خرجت الحياة الأدبية كلها صارت قراءاتي أفضل من لما كنت في بيت أبوي. الآن القراءة أعمق صارت، يعني صرت أبحث عن، أحاول أنه الكتاب الجيد أكمله بكل شهية، أما إذا لقيت أن الكتاب ما يعطيني شيء ويعني يمللني لا أتركه، لأن ما عادت عندنا قدرة زمان نقرأ كل الكتب وكل شيء عندنا. الآن لا العيون تساعد لا العظام تساعد، فنقرأ ما هو مهم وجدير بالقراءة فعلا. جميل، بما أنك ذكرتي هذا الموضوع، يعني كمتابعة لما يحصل في الساحة العربية حاليا من تغيير أحداث، شنو رأيك فيها؟ يعني هل ممكن تابعتي ما يسمى بالربيع العربي السنوات الأخيرة؟ والله هذا مو ربيع، هذه نكبات. نعم، هذه انكسارات للوطن العربي. أول ما بدأت الثورة في تونس، صحيح أنا فرحت وقلت بدأ الشعب العربي يتحرك، لكن بعد ثورة تونس جاءتنا مصائب ما كنا نتخيل أنها ستحدث وتمزق وطننا بهذا الشكل. هذا شيء جدا يألمني. صحيح، أنا نشأت قومية عربية، أبوي يعني عودنا وعلمنا أن إحنا نحب عروبتنا ونحب. صحيح، وطننا العربي كله. فلما تشوفين كل هذا اللي يصير ما تقولين هذا ربيع، لم يزهر إلا الشوك، كله شوك، وهالقتل وهالدمار وهاللجوء اللي يعني العرب تشتته فهذا يابلي فعلا يابلي اكتئاب شديد ليمكن 4 سنين ما طلعت منه الا يعني قبل سنه وشوي. يعني عشتي حاله اكتئاب حقيقيه؟ عشت اقول لك منعزله. نعم، يعني حتى الكتابة عندي اي يعني الوضع. انت لما تشوفين انه انت بدال ما تحققين انتصارات لوطنك قاعده تشوفين نكبات وارتدادات وتفرقه ومصائب، يعني بالرغم من انها ثورات قام فيها الشعب نفسه. الشعب، في شعوب قامت بهذه الثورات ما عندها يعني وعي كامل. نعم، للثورة. نعم، ما في قيادات قادت هذه الثورة. وأكبر مثل إن نشوف إحنا في سوريا. نعم، إن المعارضة كذا معارضة وكذا، ما كان في قيادات يعني تحقق. الأحزاب ما اشتغلت عدل، البلدان اللي فيها أحزاب. نعم، فهذا ما حدث. يعني إحنا الآن نشرب المر وناكل الشوك بانتظار فرج من الله. بإذن الله إن شاء الله. هل تلجئين للكتابة في مثل لما توصلين هذه المرحلة من المشاعر؟ لا، ما أقدر. ما تقدرين في هذه ال4 سنين؟ عادي يقولون إن الألم يخلي الإنسان يبدع بالكتابة. يا ستي، الألم اللي ألم الحب مثلا، ألم الفراق، ألم، بس مو ألم تشوفين كل يوم ذبح ودماء وأطفال، خص الأطفال تتشرد وتبكي. نعم، وتبحث عن لقمة أكل. صحيح، فما قدرت أكتب بهذه الفترة، بس خلصت منها وطلعت ابتدأت أكتب. طبعا عندي روايات متراكمة بس تركتها، قلت أنا الحين يعني كبرت والواحد ما يعرف العمر وين يوديه، فمن باب أولى أني أبدأ أكتب في تجربتي في الكتابة، تجربتي. نعم، في الحياة، تجربتي في كل شيء، يعني مثل ما تقولين قصة حياتي، ولكن مجزأة وبعيدة عن يعني الأشياء اللي ممكن يعني تسيء لمجتمعي أو شيء. نعم، فهذه أنا الآن قاعدة أشتغل عليها ومرتاحة. حلو، ونفسيتي ابتدت يعني تحسنت بقوه ما كتبت. يعني ما في لنا مخرج الا الكتابه، يعني اي زمن يجينا احنا نتالم فيه او ذي ما تطلعين منه الا اذا كتبتي، حتى لو كتبتي خرابيش او يوميات او تقولين انا في هاللحظه شنو حاسه، وكل شيء ينكتب تلقين له بعدين مجال في عمل. نعم، يعني بتكلمين عن بطلة نفسيتها تعبانة تلاقين جزء من نفسيتك كان بهذا الشكل. فنستفيد من كل شيء نمر فيه،
وهذه التجربة هي الكتابة الآن بشكل عام ينصح فيها يعني حتى كمعالجة للضغوط النفسية. احنا دائما نشوفها طبعاً كنصيحة ان اكتب اللي تحس فيه وبعد ذلك تخلص حتى لو تتخلص منه. لكنها تفريغ خلينا نقول للمشاعر. لكن انا دائما اتساءل لما انت تكتبين عن بطلة دائما نلقى جزء من شخصية الكاتب في البطلة ولا ما له شغل؟ لا، كل كاتب كتب حرف لا يمكن تغيب سيرته الذاتية عن الشخصية. الشخصية كل الكتاب أجزم يعني بهذا الشيء، تعرفين على حياتهم لما بعدين قابلت هالأدباء الكبار اللي يكتبون وأناقشهم في كتابهم وأسألهم يعني يعترفون الحقيقة أنا مريت بهذا الظرف، الحقيقة كانت قصة هذا الحب حقيقية كانت هذه. فما تقدرين، خاصة طفولة الإنسان ما يقدر يتخلص منها، لازم يدخل شيء من طفولته من معاناته من بدايته في موهبته. إذا دائما نلاقي شخصيته تنعكس في شخصياته بالرواية يعني شخصياته الرئيسية. مو غالبا، مو غالبا يعني في شخصيات تطلع ما لها علاقة مثلا فيه. بس في أحداث يعني ممكن تكون مو نفس الشخصية، ممكن تكون أحداث في الرواية الكاتب مر فيها فتلقى لها مكان في أبطال الرواية. جميل. فيكتب عنها. وهذه احنا من وين نستقي يعني كتابتنا؟ كلها من مجتمعنا، من ماضينا، من حاضرنا، صحيح، من شخصيات قابلناها وعاشرناها تلهمت شخصيات في الكتابة؟ نعم، تلهمت شخصيات معينة في الكتابة. يعني فعلا ممكن تصادفين شخص ويعطيك إلهام انك تسوين عنه رواية او قصة؟ اكيد اكيد اكيد، يعني هذه اكيد خاصة في حالات الحب يعني مثلا. وبعدين احيانا الكاتب يحب ابطاله نفسهم، تلاقين واحد من هالابطال حبيتي وارتبطتي فيه، تظلين حتى بالليل تحلمين فيه. إيه مع انه مو حقيقي يعني، بس لا مو حقيقي انت سويتي. ولكن يعني انا دائما اضرب مثل في روايه صمت الفراشات. نعم. البطل كان اسمه عطيه، اللي هو كان مخدوم عند البنت البطله. فعلا حبيت شخصيته وكنت دائما اعطيه الجانب الجيد، لان شخصيه طيبه، شخصيه مضحيه، شخصيه ايثاريه. نعم. فعلا حبيته. وكثير بعض الاحيان من الحالات تحبين البطل، تحبين البطله، خاصه اذا ماخذه دور يعني قوي او دور فيه حنيه، انت تطمحين لحنان ام ولا حنان اب ولا حنان. نعم. تلقين استاذ ليلى لما تحطين شخصيه، مثلا شخصيه في روايه ما، انت الحين مثلا بلشتي تكتبين وانت راسمت له خط معين، مرات يجبرك تغيرين الخط هذا؟ طبعا، في ابطال يتحدون ويضايقون ويتهاوشون معي. صحيح. يعني فعلا انا يصير بيني وبينهم هواش، وفي ابطال انا ما اكون مجهزت لهم فجأة يدخلون هم على العمل ويفرضون نفسهم، فألقى لهم مكان. حلو. وهذا في حلم الليلة الأولى تحقق معي مع شخصية معيوف وشخصية قمرية. هذول دخلوا علي بالرواية ولقيت لهم مكان، وكان لابد أنهم يكونون علشان يبررون شيء في الرواية. جميل. حتى لا يستغرب القارئ. حلو. عموما استاذ ليلى نطلع فاصل صغير وبعدها ان شاء الله نكمل الحوار. اوكي اوكي. حوارنا الشيق، ودي أتكلم شوي يعني قبل الفاصل ذكرنا يوم تكلمنا عن القومية العربية، قلتي الوالد كان يزرعها فينا، شلون كانت علاقتك مع الوالد؟ أو أهم الدروس اللي تعلمتيها لنا؟ لا، دروس تعلمت من أبوي دروس وايدة، يعني رغم ساعات أكتب عن قسوته أو شيء، ولكن ربانا تربية كلها على أنه يكون ضميرنا حي،
على العطف على الآخر، على التواضع. يعني عندي قصة واحدة يعني من قصص عديدة. نعم. مثلا لما كنا في المدرسة كنا صغار، صار ذيك السنة في الكويت برد شديد. حلو. فقامت الحكومة تعطي مساعدات للي يبون يعني من التلميذات. فدخلت المدرسة وقالت اللي محتاجة جاكيت ولا محتاجة جوتي ولا شيء ترفع إيدها. ما حد رفع إيده. فقالت باكر برجع أسألكم. رحنا البيت قاعد أقول لأبوي يبا اليوم كذي كذي صار ولا بنت رفعت إيدها. كان يقول لي باكر لما المدرسة تقول أول وحدة ترفعين إيدك أنت وأختك. إيش معنى؟ قلت له يبا ما يشلون ما يصير يعني شلون إحنا. كان يقول أنا أقول لك رفعي إيدك وبعدين تشوفين إيش بصير. فعلا جت المدرسة وسألت رفعت إيدي أنا وأختي. فقامت حوالي 10-12 بنت رفعوا إيدها. شجعوا منكم أن يرفعوا؟ شجعوا. فرجعنا البيت قال ها صار. قلت له والله كذي كذي. قال شايفة الفقير أحيانا عنده عزة نفس ويستحي، لكن لما يشوف المقتدر طلب معونة فيقول ليش أنا ما أطلب. المضحك مو هني، المضحك ثاني يوم لما رحنا على المدرسة ووزعوا علينا الأقراض. عاد أبوي قال لنا يعطونكم الأقراض رجعوهم للناظرة. حلو. كلينا بهدلة من البنات، أنتوا ما تستحون خذيتوا حقنا، أنتوا شلكم هذا رزق الفقارة، هذا رزق إحنا احترنا يعني. ما الفقارة ما رفعوا يدهم. إن سوينا خير طلع علينا. فهذا من صفاته أن تواضعوا. نعم. أن ساعدوا الإنسان الفقير. وكثير من الدروس أنا كاتبة عنهم في كتابي بلا قيود دعوني أتكلم، كثير من دروس والدي. هو كتاب خاص للوالد؟ لا لا لا، هذا كتاب عن حياتي خاص كل شيء كتبته بعد بالصحافة. إذن كنت ابنة يوم من الأيام والآن أنت أم، شلون تشوفين علاقة أو الاختلاف في علاقة الآباء والأبناء ما بين الماضي والوقت الحالي؟ أنا في نفس الوقت أم وأب، لأن أبوهم توفى وعيالي صغار، فخذيت دور الأم ودور الأب. دور الأب بشخصيته القوية وعدم التدليل الزايد وعدم الإسراف الزايد على أولاده، وشخصية كأم الحنونة الطيبة اللي يعني تعطي من نفسها والرعاية، تعطي من نفسها وبعدين على طول يعني عينها على أولادها. صحيح. يعني أنا ما أذكر أني أنا حطيت حق أي ولد أو بنت تلفزيون في داره، كانت فقط غرفة المعيشة، وغرفة المعيشة هي اللي تعرفش أخطاء أولادك. هذا سوها. صحيح. وتلم وتعمل حميمية في الأسرة. نعم. هذا لما الحين الحمد لله إحنا عايشين فيه أنا ويا عيالي. زمان أباء زمان كان يربون الولد بالضبط، بالذات الولد يربونه على أنه رجل البيت. تلاقينا يخدم في البيت، يقعد من الفير يروح يجيب الخبز من الخباز، يروح الفرضة ويجيب الأكل. حس بالمسؤولية. صحيح. حاس وإذا ما في شيء يروح مع أبوه يأخذه مع مكان شغلة يعني. صحيح. سواء دكان حفيز شيء يعني. فتربوا الأولاد على نوع من التقدير للأم وللأبو. يعني أنا عشت ذاك الزمن اللي أشوف شلون الاحترام من الأولاد لأبوهم، من البنات لأمهم، ويتعلمون كل شيء في البيت، التطريز، الخياطة، الطبخ. يعني البنت تروح بيت زوجها مجهزة مهيئة. نعم. إنها تكون ست بيت. الحين هذا ما تلقينا. يعني بناتنا ما يعرفون يقلون بيضة، وما فيها العلاقة الحميمة بين الأم وعيالها. يعني وين الخطأ بنظرك؟ الخطأ في الأم. في الأم. أنا أحمل الأم. الأب طول عمره يطلع عشان يصرف على البيت، لكن الأم وجودها في البيت ضروري. يعني شاي ضحى وشاي عصر وقعدات حتى جداتنا كان عندهم شاي ضحى، لكن معليش بس مو لدرجة أن الحين شاي ضحى مثل شاي أول. حسر علينا سفرة منخوص وعليها الشاي وشوية قروضات واليرانيون ويتيمعون. الحين لا، صار شاي ضحى في الفنادق وصار في الصالات وصار إسراف غير مبرر، بس فلوس جديد تنكب الزبائن. فما في. إذن أنت قاعد تلقين اللوم على الأم؟
أقول الأم لما الأم تبي عيالها وتبي بيتها يمشي بطريقة يطلعون منها أبناء بررة وأبناء محترمين ويحبون أرضهم يحبون وطنهم. الحين حتى الوطنية انعدمت، ما يعلمونهم شلون، كله يبون 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 بس ما يبون يعطون شيء. فهذا مفقود في البيت الكويتي، أو أن الأب يكون قاسي يقسو على أولاده فيصيرون يكرهونه ويكرهون الحياة وتيهم أمراض نفسية. لكن وجود الأم هو الضرورة. نتكلم شوي عن الإسراف اللي تكلمتي عنه. أيه. عادات المجتمع المستحدثة الجديدة، الاستقبالات اللي ما تخلص، الأمور حتى في العزاء صرنا نشوف بعض المبالغة. شنو رأيك في الموضوع؟ عجيب. يعني أنا أقول لك إنه إحنا أكثر شعوب تصرف خاصة على بطنها. يعني ما تروحين أوتيل إلا تلاقين حفلة عيد ميلاد في الأوتيل وفخفخة وضخامة. المستشفيات اللي لازم المريضة تقعد فيها مرتاحة، نعم، ووالدة وتعبانة أو مسوي عملية، صارت قعدتها في المستشفى أكبر الأعباء. صحيح. يجيبون الزينات، يجيبون ستائر من عندهم، يجيبون شراشف من عندهم، طاولات الخدم كلهم ثنتين ثلاثة مصفوفين. نعم. يعني هذا ليش هالمظاهر؟ إحنا هذا عيبنا، عندنا هالمظاهر اللي قاتلتنا وقاتلة الطبيعة والبساطة فينا. بطلنا نهتم إن إحنا ناس نعيش ببساطة، نعيش بعفويتنا، لازم نتصنع. وبعدين هذه قالت عن فلانة وهذه قالت عن فلانة، يعني شوفي إيش لابسة، شوفي. صار المظهر هو اللي يقيمون فيه الإنسان. صحيح. ما يقيمونه بأخلاقه، يقيمونه بموهبته، يقيمونه هذه كلها أمراض اجتماعية. ولا نقول كل شيء أنا من الغرب، الغرب ما عندهم كذي. إحنا العرب وخاصة دول الخليج، إحنا اللي أنتجنا هذه الثقافة. نعم. التي دمرت كثير من البيوت، لأنه صار الفقير بقلد الغني، صارت الناس تروح تتسلف عشان تسافر. نعم. تتسلف عشان تشتري سيارة، تتسلف عشان تسوي عرس حق بناتها أو بنتها. فليه ما يعيش الإنسان على بساطته وطبيعته بدونها؟ مش قضية بس مادية، لا، قضية أنه هذه ثقافة مرفوضة. لأن أنت بدل ما تركز عيالك على شيء يفيدهم ويهمهم، يعني مثلا كم بيت فكر أنه يقطع فراغ أبنائه بتعلم اللغات؟ الله. روحوا عقب العصر، روحوا معاهد ودرسوا لغات، لأن أنتوا صرتوا تطلعون وتروحون بلدان برا، فلازم يكون عندكم ثقافتهم، تقرون عن بلدانهم قبل لا تزورونها. صحيح. ما حد يفكر فيه، قلة يمكن اللي هو من نفسه بيروح يدرس. نعم. لغة. أنا مسوية كذي. أنت مسوية كذي؟ ما شاء الله. ما شاء الله، يعني تعلموا كذا لغة. حلو. وهم في البيت يروحون على المعاهد. فاللغة مفيدة، الهوايات مفيدة، اللي يرسم نشجعه يرسم، اللي يطرز نشجعه يطرز، اللي يخيط. فإحنا خذينا من أمهاتنا كل هالشغلات، بس مو كل شيء خذوه من عيالنا. أول يسمون يقولون سنع، الحين في نظرهم الناس السنع إنه يكون الزين بالضبط، الورد حلو والكاكاو حلو. وبعدين يعني طريقة مثلا حتى في العزة قاموا الناس يجون حاطين كحل ولابسين كعب عالي، ويعني ساعات الماركات والجناط الماركات، ولازم ماركة وساعة وخواتم الألم. يعني هذا مناسبة أنت جاية تواسين إنسانة أو يعني واحدة فاقدة ولدها، فاقدة زوجها، فيفترض أنك أنت تحترمين هذه اللحظة. نعم. تلبسين أبسط الملابس، مو بالضرورة يكون أسود، لأن إحنا ما في دلنا ما عندنا أسود. والمرأة قديما لما يموت زوجها ما تلبس أسود، تلبس أخضر. أخضر؟ في العدة. إيه؟ صحيح. أخضر في العدة. أي معلومة جديدة. أي لا يلبسون أخضر، فما في داعي أنت تروح تستعرض نفسك حتى في لحظات العزة. وعدا عن ذلك يقعدون بالعزة ضحك وكركرة وسوالف، ولا كأن أمامهم إنسانة مصابة مذكولة بزوج ولا بابن ولا بكذا. فعندنا أشياء
عجيبة. أنت رفضتها واضح، بس ما حاولتي توصلين مثلا ثقافة جديدة أو نسترجع ثقافتنا الأصلية من خلال الكتابة؟ لمين ترجعين؟ قاعدين يشوفون هم التلفزيون ولا يشوفون يسمعون إذاعة ولا يقرون كتاب؟ أبدا. وين ما تروحين حتى في العزايم وبالقعدات كل من ماسك هالتليفون، هني السر، هني السر استاذة ليلى. عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ممكن توصلين كل الرسائل اللي أنت تبينها. إيه بس هذا مدمر، فقدت الاتصال، فقدت تسمعين صوت الناس اللي تحبين، فقدت الحميمية، صحيح، فقدت تلتقين مع الناس على فنجان قهوة ولا يونج البيت ولا تروحين لهم، كل أخبارك وأخبارهم منتشرة بهالجهاز. صحيح. وحتى الآن للأسف أن الأطفال، وأنا يعني ما أبري نفسي، أنا عندي أحفاد أيضا كذي على طول ماسكين، هذا وقتهم وزمنهم، فما قدرت هذه عليهم. تفرض هذه الأمور، تفرض أن المجتمع لازم يتغير. لازم لازم، يعني لكن التليفون الوجد للحاجة. نعم. صار شيء خطر، تبين تتصلين لشيء، بتاخذين موعد من طبيب، بس هذه سالفته. مو انه على طول معلق، وبالسيارة يحطون السماعة، واغلب حوادث المرور بسبب استخدام التليفون. طبعا بالتليفون، اكيد اكيد. يعني حرام حرام. خلينا نتكلم يعني عن الشباب شوي، شباب الوقت الحالي، شنو انت شايفة فيهم ايجابيات وشنو شايفة سلبيات؟ شوفي، في ايجابيات انهم طموحين للدراسه. نعم. وقاعدين يحاولون انه ما يكتفون بشهاده جامعيه عاديه، لا يبون ماجستير، يبون دكتوراه، فهذا الطموح. انت عاجبك الطموح عندهم؟ الطموح وايد كان موجود ايضا بجيلكم. جيلكم كان أيضاً عندنا طموح. دار جلال دكتوراه ولا الماجستير في اجيالنا؟ نعم. يروحون اول البعثات تروح على مصر. نعم. حتى ما كنا نعرف اوروبا او بغداد. نعم صحيح. يدرسون في جامعتها، يتخصصون في موضوع ويجون يشتغلون. الحين لا، الحين تلاقينا وحتى وهو يدرس فاتح له مصلحه. صحيح. عنده محل ولا جراج سيارات يشتغل فيه بعد العصر. وانا هذول يعجبوني، هذول. نعم. الشباب اللي ما يستنكفون ان انا يجون ربعي ويشوفوني، ما يستعر. صحيح. إيه ما يستعر. نعم. من هالعمل هذا. فيا ليت كل الشباب، البنات ايضا ناشطات، يعني ما شاء الله عنهم. احنا عندنا هني بالكويت من تطيح الموضه هبوا فيها كلهم. اول شيء طاحت موضه ان المراه او البنت تفتح صالون حلاقه. اي. بعدين صارت حق الخياطه وتصميم الازياء. تصميم الازياء. بعدها الكب كيك والحلو تالي أنا دور الحلو. أي. هذا المضر بالصحة يعني، صار حتى يتوصل للبيت. صحيح. فموضات تدخل علينا، ولا نقول كله من الغرب، الغرب بريء منها. بس أنت مع هذه المشاريع ولا ضدها؟ لا أنا مع المشاريع المفيدة، يعني في بنات مثلا يبتكرون عقود وأساور. صحيح. يعني يسوون اكسسوارات. نعم. معليش خلي يفتحون محل حلو، خلي يفتحون محلات، كل شيء يستفيدون منها ويقضون وقت فراغهم اللي ضايع يعني على الفاضي. نعم. بس في شغلات يعني متمنية ترجع واحدة تفكر انها تشتغل سدو وتسوي تصاميم جديدة من السدو. يسوون الخوص، يشتغلون بالخوص، يسوون زبلان. لأن ما عاد الناس تحتاج الأمور هذه، ما يحتاجونها، صارت فن. بس هذه ممكن تنعمل لها معارض. صحيح. يعني أنا أقول لك أشياء بسيطة ممكن يشتغلون فيها. هم حاليا يمكن أكثر شيء اللي يفكرون فيه شنو اللي ممكن يدر أموال أو ممكن أو يكون مشروع التطوعي. تربح من العمل التطوعي ما يقبلون عليه. لا ما يقبلون. صحيح. عليه. إحنا شايفين لا. العمل التطوعي الناس تحبه. لا قليل يحبونه، بس قليل. وساعات تمل، اسألي يعني مثلا في المعاقين وفي يعني ما في الأجانب يقبلون أكثر على هذول. روح شوفي مستشفى السرطان تلاقين أغلب اللي بس بسن معين. تشوفين الشباب؟ لا لا، هذول حق الأطفال. الأطفال الشباب. نعم. لا يعني أنا أقول أنه كل شاب يقدر أنه يصنع مستقبله غير معتمد على أبوه. ليس الفتى من قال هذا أبي، إن الفتى من قالها أنا ذا. يعني لازم يعتمد على نفسه ويكون شخصيته. جميل. العائلة اللي أنت انولدت منها لازم تعمل عائلة أفضل منها اللي أنت تأسسها. فلذلك تصير مشاكل كثيرة، مشاكل بالزواج، مشاكل بالحياة، مشاكل بالوزارات. صار عندنا العنف منشور بين الشباب. صحيح. والعنف حتى في البيت، الأخ يطق أخته،
الزوج يطق زوجته أو العكس، حتى يعني في نساء هم يطقون. نعم. ففي أشياء ظواهر عجيبة غريبة. المرأة الكويتية هل لا زالت في تألقها، سمعتها في الخارج، أم يعني خف هذا الوهج اللي كانت تتمتع فيه؟ لا، شوفي، هو المرأة الكويتية أول شيء هي تركز على الشكل وعلى اللبس وعلى الأشياء، لا مانع، بس ولكن من زمان هي كذي. إيه، من زمان، من أول. إيه، بس صح. ما فيها البذخ اللي كان زمان. أول شنو المرأة تلبس ثوبها وبقمتها ويدوب شوية أساور. لا، نتكلم عن السبعينات مثلاً. السبعينات كانت في إيه، المرأة الكويتية أنيقة. نعم. أنا أتصور أنها ثاني امرأة في الأناقة بعد المرأة اللبنانية، لكن المرأة اللبنانية أكثر بساطة. نعم. فأنتي تلقين الحين أن بعض النساء يلبسون لبس ما يناسبهم، ما يناسب الوقت، يعني الصبح لبسه غير الظهر غير الليل، أو ما يناسب أجسامهم، يعني لازم الوحدة تراعي هذا الشيء. نعم. لما تسمن، لما تضعف وايد. المهم أنه الكويتية تشارك في كل المؤتمرات اللي في الخارج، سواء اللجان، سواء الجمعيات النسوية، سواء دكتورات في الجامعة، فصار للمرأة الكويتية نشاط بارز هناك. والدليل أنهم قاعدين يأخذونهم حق يرأسون جمعيات أو شيء. اشتغلت المرأة في البورصة وتفوقت بعد. نعم. أيضا على الرجل. أكيد. يعني ما في مجال المرأة ما قدرت تخترق وتجرب فيه، إن فشلت تحاول. شنو فرقت عن المرأة الكويتية القديمة؟ القديمة ما عندها كان شيء يشغلها إلا بيتها وعيالها. نعم. ما في. نعم. زياراتها أيضا خفيفة، في الأعراس تأدي واجب وفي العزة وترجع، بس كان كل همها هذا البيت. نعم. يعني الحين نادر يعني المرأة الكويتية توقف بالمطبخ عشان تطبخ. صحيح. احنا انتلفنا بالخدم، ولكن لا غنى لنا عنهم، لأن الصحة لا تسمح والوقت أيضا لا يسمح. نعم. بس تقدر المرأة بين وقت والثاني تدخل المطبخ، تذوق زوجها وعيالها شوية من طبخ من إيدها. شيء طبعا من إيدها. أستاذ ليلى، مستحيل شوية عاد ما نمر على الأدب بشكل يعني أنت خصصتي جائزة للشباب الكتاب المبدعين، لكن الجدد أنت حابة تشجعين الجدد. إيه، كلهم الجدد. لكن معطلة حاليا هذه الجائزة، ما قاعد نشوفها. لا، هي مو معطلة، هي في دورتها الخامسة ما كان حتى قدم، كان يعني نعطيه إياه. نعم. لأنه أنا مسؤولية، أنا حطيت جائزة مو علشان أعطيها لأي كتاب ما تترك أثر. عندك شروط معينة ببالك؟ لا، لازم يكون الكتاب جيد فقط. نعم. يعني فقط. إيه؟ هذا الشرط. ويكون صاحبه فعلا عنده موهبة وقدم شيء جديد. جميل. الحين هذه السنتين تأخرت الجائزة في اسمين يعني موجودين. نعم. والاسم الثالث بعد يعني في الطريق، وفي أسماء لما تقول لهم نعطيكم قدموا للجائزة يقول لك لا، أنا مقدم على البوكر، أنا مقدم على بن رشد، أنا مقدم على، يعني نظرتهم للجائزة يبونها تكون أبعد. نعم. وهي الحقيقة أنا أشوف أنه ما لازم تعطى إلا للكتاب الشباب اللي ياخذ يكتب أول كتاب له، هذا الكتاب الأول هو المحك، يبشر إذا كان حتى لو كان موهبة. باللهجة العامية أنت كان لا. كان لتش لا 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 أبداً. أبداً. مرفوض المبدأ عندك. ضد اللهجة العامية تدخل في الكتاب، حتى لو كان ميكس، يعني في ناس تكتب الأحداث باللغة العربية الفصحى، لكن لما يجي وقت الحوار حتى بالحوار حتى لا. بالحوار أنت ممكن تدخلين شوية من اللهجة المحلية لمسميات. نعم. لشوية يعني مثلا بدل ما تقولين أمي تقولين يما ممكن مفهومة. نعم. لكن تكتبين كل الكتاب ولهجتنا الكويتية صعبة. نعم. ولما يبي يقراها الواحد مشكلة. جميل. فإحنا الله عطانا لغة عربية مشتركة، منها قمنا نتعرف على بعض ونقرأ البعض، وطن عربي واحد. صحيح. أما كل واحد بيكتب لهجته ينتهي الأدب العربي. صحيح. نعم. بشكل هذه الروايتين المحاكمة وأيضا يوميات الصبر والمر. ايه؟ خاص لهم خصوصية عندك. اي والله، هذه المحاكمة كل اللي قروها يعرفون شنو مشكلتها. نعم. هذه لما تعرضت لي وغلافها مؤلم. اي تعرضت لي مسألة من المتشددين وكذا ورفعوا. نعم. علي قضية، فهني قلت لك هني كان عندي ألم شديد. نعم. وفي ليلة
قمت من النوم وقلت ما أخلص من هالألم إلا لما أكتب. فكتبت هذه الرواية. الكتاب الثاني هذا أعتبره من أحب الكتب إلى قلبي، يوميات الصبر والمر، لأن تكلمت فيه عن تجربتي في الغزو. نعم. وكتبت تفاصيل حتى عائلية وأشياء حصلت. وعبرت فيه أيضا عن حبي للكويت وعن الخدمة اللي قمنا فيها وشلون شجعت أولادي إنهم يطلعون ما يخافون وكل واحد يقوم بعمله. فهذا أتمنى يعني أنه هو اللي ينقرأ أكثر شيء إن شاء الله بإذن الله. قبل لا أختم أبي أسألك عن رايك في الدراما الكويتية في الوقت الحالي، حبتها ولا لازلتي تحنين للدراما الكويتية القديمة؟ تفضلي تحبين تشربين ماي. تفضلي. الدراما الكويتية تنفرني، أنفر منها. نعم. لأسباب المواضيع ما هي مناسبة أحيانا. تحسين أن جايبين مسلسل مصري ومقلدينة أو مسلسل أجنبي مقلدينة. ثاني شيء البذخ أيضا في الديكور وفي اللبس والمكياج، في اللبس والمكياج. حتى برا أنا يسألوني أنتوا كل ستاتكم هيك، كل بيوتكم ضخمة وفخمة بهالشكل، فهذا خطأ لأنه. نعم. لازم نقدم البيت البسيط. نعم. لكن هناك ممثل يشيل العمل وممثل يخسف العمل. نعم. يعني أنا لا يمكن أفوت عمل حق القديرة العظيمة حياة الفهد. نعم أكيد نوجه لها تحية. وأحيانا أشوف أنه تركيزها على البيئة مفيد، وصاروا الناس يحبونها. صحيح. الشباب والصغار اللي ما عاشوا ذاك الزمن. صحيح. لا زالت لها مكانة خاصة أكيد. في مسلسلات نعم أحبها وأتابعها، يعني الحين أنا أتابع مسلسلين وايد معجبة فيهم. جميل. مسلسل سعاد عبد الله نوايا. وسعاد مقدمة دور جميل. صحيح. جميل وشريف. وأشوفتها يعني أنا كلمتها من أول يوم قلت لها سعاد هذه أول مرة يعني تدخلين قلبي لأنك على طبيعتك. نعم. أحياناً أحس أنها تلتزم بالدور بشكل أنه يبين كأنه مضطرة تتصنع للدور. نعم. هذا. نعم. على سجيتها تماماً. جميل. ولذلك جميل. جميل. والمسلسل الثاني ما اسمها أنت توفيق اللي. نعم. صحيح اللي موجود حالياً. أحببتك منذ الصغر. يعني في شيء جديد. كاتبة والروائية القديرة ليلى العثمان، شكراً لك على هذا اللقاء. شكراً. نتمنى لكم لك دوام الصحة والعافية إن شاء الله. إن شاء الله. ودوام نقول الكتابة الجميلة، وأيضاً تردينا دائماً لزمن الكويت الجميل اللي الكل يحب يستذكره. شكراً. إن شاء الله. إن شاء الله. وأتمنى كل المشاهدين يكونون ارتاحوا معنا. أكيد. وتحياتي للجميع وشكراً لكم على هذا اللقاء. حياك الله. ومشاهدينا نطلع فاصل وبعد إن شاء الله نكمل ما تبقى من حلقة اليوم. تتعدد الحوارات وتتباين الآراء حول مختلف المواضيع بين ثنايا المجتمع. لما طلعت هذه الظاهرة بشكل خالف الآداب العامة تدخل المشرع وقنن. أنت تيجي تطبق على قانون ولا الله يحاسبه؟ أنا مو من حقي أن أنتقد. لا أنتقد وأنتقد وأنتقد. أنا عندي إمكانات أقدر أعطيها للمجتمع. في هجمة قلبية على المرأة العربية والمسلمة. قاعد تقسم بين الناس على أساس عنصري. لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس والأصل واللغة والدين. معقولة تجيني واحدة لابسة شورت وتقولي والله رجلها سامح لها؟ كافينا إرهاب، كافينا طائفية، كافينا الظلام اللي قاعد نعيشه. الديمقراطيات وضعت حماية لحقوق الأقليات. There's a difference between respect and participation. رواياتنا تعكس المجتمع الحالي، فيها ألفاظ شوارعية. بشكل عام النادي لا مأساة. حين بالعالم كله ما أكل أحمد الفهد. أحمد الفهد يصنع ملوك. اسمعني، ولن يسمح مجلس الإدارة بالتعدي على لاعب بالضرب. النواب غصبا عليهم لازم يكونوا قدوة للمجتمع. الكلمة هي كالطلقة، إذا انطلقت صعب أنها ترجع ثانية. باب النقاش الخميس على تلفزيون المجلس. اللجان هي قلب مجلس الأمة النابض، اجتماعات وبحوث ومختصون، عمل دؤوب لا يتوقف. هذه الشعرة يجب أن تحافظ عليها اللجنة. الحكومة برمتها ارفضت المشروع
والآن قدم لأن المجلس سيد قرار إنشاء شركة حتى يكون فيها استفادة للمواطنين. رفض هذه التعديلات. ملاحظات فعلا جوهرية من ناس مختصين ومهنيين. بين ردهات لجان مجلس الأمة الدائمة منها والمؤقتة، نفتش عن التفاصيل ونقلب الأوراق لنساير التشريعات قبل أن توضع على أجندة الجلسات. نبض اللجان الجمعة على تلفزيون المجلس. تمكين الكويتية من المنافسة مجدداً بأسطول جديد لرفع شأن الناقل الوطني والنهوض به ليكون مصدر فخر للكويتيين وليعود مجدداً كاختبار أول للسفر، فرض المجلس على الحكومة أن تمارس فوراً إجراءات تطوير أسطول شركة الخطوط الجوية الكويتية وتغطية خسائرها عن طريق تعديل تشريعي على قانون خصخصة الشركة. مشاهدينا، السمنة تعد مرض حقيقي يحمل في طياته الكثير من المخاطر على حياة الناس، وللأسف تعد الكويت من الأكثر بدانة على مستوى العالم، طبعا مما أدى إلى توجه الكثيرين بالكويت للجراحة للتخلص من الوزن الزائد أو يمكن للتجميل، شفط الدهون أو الاستعجال في اتخاذ قرار إجراء هذه العمليات. الحديث عن هذا الموضوع معي وزير الصحة الأسبق الدكتور محمد براك الهيفي، استشاري جراحة عامة وجراحة المناظير والجهاز الهضمي والأورام. لكن قبل ما أبدأ حواري معه، خلونا نشوف هذا التقرير. السمنة تعتبر مصدر قلق للنظام الصحي في الكويت، حيث تحتل المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً في زيادة معدلات انتشار السمنة المفرطة، بنسبة وصلت إلى 42% من الكويتيين المصابين بالسمنة على اختلاف أعمارهم. وحسب آخر إحصائية تم نشرها من قبل وزارة الصحة قبل أيام، تعتبر تلك النسبة مؤشراً خطيراً يدعو إلى السعي للحد من انتشار أمراض السمنة التي تعد سبباً رئيساً للإصابة بالأمراض المزمنة. وفي ظل ارتفاع معدل الإصابة بهذه السمنة، لم يعد اللجوء إلى إنقاص الوزن بالطرق التقليدية حلاً فعالاً، لذلك زادت رغبة الكثيرين في التخلص منها بأسرع وأسهل الطرق وعبر إجراء عمليات جراحية لإنقاص الوزن. فهل بالفعل أصبحت العمليات هي الحل الأسهل لإنقاص الوزن في مجتمعاتنا؟ ومتى يلجأ لها من يعانون من هذه السمنة؟ إذن حياك الله دكتور محمد معانا في برنامج بالكويتي. حياكم الله، وأنا سعيد جدا أن أكون في برنامج بالكويتي، كفاية اسمه يعني. بالضبط. مشكورين على الدعوة. اسمه حلو. يعني 42% من الشعب الكويتي يعانون من السمنة، هذه يمكن آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة من 3 أيام. صح. بالرغم يعني خلينا نقول من الإعلام والسوشيال ميديا توعية وتويتر. صح. توعية عجيبة، وزارة الصحة تسوي دائما حملات، لكن لازلنا الأعلى. مرات التوعية تصير عكسية. شلون؟ إن الناس تسمع العمليات وأن العمليات أسهل والعمليات أسرع، فقاعد يتجهون على العمليات. هذا اللي قاعد يصير في الوقت الحالي، لكن إحنا طبعاً مو معناه أني قاعد أنصح في العمليات. أكيد. لكن لازم تعرفين 42% مو معناها السمنة اللي تحتاج تدخل جراحي. السمنة تنقسم إلى أقسام. في السمنة اللي هو أوفر ويت، وفي السمنة كلاس 1 درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة. تمام. احنا بالنسبة لنا كجراحة نتكلم عن الدرجة الثانية والثالثة. الأوفر ويت والسمنة الدرجة الأولى هذا دائما ننصحهم بالرياضة وبال تخفيف الأكل بالرجيم المعتدل. نعم.
فهذا 42% شيل منهم على الاقل 20% هذا للسمنه الدرجه الاولى والاوفر ويت، لكن 20% اي هذول اللي يحتاجون تدخل جراحي. يحتاجون تدخل. اذا هل هي ثقافه مجتمع؟ يعني اكلنا من صوب، قله الحركه؟ لا، هي مو بس مجتمع، هي جلوبال، يعني صايره عالميه. يعني في الولايات المتحده الامريكيه يسوون الاف الحالات بالسنه. نعم. في اوروبا كذلك، في الهند، في كل مكان، في مع هناك يتحركون اكثر من يتحركون اكثر، بس الوجبات كبيره، الوجبات الفاست فود، الوجبات الغير صحيه. بالضبط. عشان كذي هذه كلها دخلت علينا مجتمعنا. قبل ما كان مجتمع سمين، لكن من دخلت علينا هذه العادات والالكترونيات والاشياء اللي كل شيء سهل صار، وانت قاعد تسوي كل اللي تبي، فهذا اللي خلى السمنه تزيد عندنا في الكل. حلو، اذا خلينا نتكلم اول شيء عن جراحات السمنه، شنو مخاطرها؟ احنا ما نبي نقول انها زينه وتضعف، وهي صحيح تعطي نتائج زينه. نعم. لكن ايضا اكيد لها سايد طبعا إفكت. من تقول عمليه، اي عمليه جراحيه لها مضاعفات، بس دائما تتكلم من مضاعفات، تتكلم بنسبه مئويه. النسبه المئويه اذا كانت قليله جدا، لما تكون مثلا عمليات الحمد لله لما تسويها نسبتي اقل من 1%، هذه عملية ناجحة بكل المقاييس. نعم. لكن إذا كانت المعدلات كبيرة أو المضاعفات كبيرة، أصلاً العمليات تتوقف لازم، ويدرسون ليش. لكن عمليات السمنة مرة الحمد فترة وقفوها بالكويت. أنا اللي وقفتها. أنت اللي وقفتها. إحنا ما وقفناها، إحنا وقفناها 3 شهور للتضبيط، لعمل. شنو كان الخلل؟ الشروط. ما كان في شروط الناس تمشي عليها. أنا كنت دكتور أشتغل قبل لا أصير وزير، أسوي اللي أنا أبي. وتعرف لو. إيه، فكنت أسوي. نعم. اللي أبي. بعد ما صرت وزير، لما عرفت انه والله هذا المكان، وانا كنت وقتها مسؤول يعني عن الناس، ما كنت دكتور محمد، انا كنت انسان مسؤول. نعم. فلازم افكر بمصلحه المرضى اكثر ما مصلحتي انا. حلو. مصلحتي انا ان الامور تمشي عاديه، لكن مصلحه المرضى انه لازم تسوي لهم جايد لاينز وشروط. نعم. تمشي عليها، سواء من دكتور، من مريض، من مستشفى، من اطباء تخدير. فهذا اللي سويناها خلال 3 شهور، الحمد لله انجزناها ومشت صح. علشان كذي حتى معدلات المضاعفات والمضاعفات صحيح قلت بشكل ملحوظ جدا الحمد لله، وهذا. نعم. شيء يعني مع ان انا ما استفدت منها، لكن المريض هو الاستفاد، وهذا اللي كنت ابيه. في النهايه احنا اهم شيء عندنا الكويت. مصلحه يعني احنا حتى الناس. كثير من الدكاتره اللي كانوا يعني يتكلمون ضد هذا التوقيف وضد هذا. نعم. الحين اي مؤتمر يروحون له يتفخرون ان الكويت عندنا شروط نمشي. نعم. عليها، وهذا شيء الحمد لله. الحمد يسعدني لله. اكثر، ولما تشوفه انت لما تشتغل فيه وتشوفه تسعد فيه، يعني انك انت قاعد تطالع. خلينا نتكلم عن اخر ما تم التوصل له في هذا المجال، عالم جراحات السمنه. هي الجراحات السمنه صارت اسهل، صار في طريقه طبعًا جديده. طبعا اسهل بكثير عن قبل. نعم. ترى السمنه عملياتها ترجع السنين القديمه جدا. نعم. لكن مشكلتها كانت تعمل في الجراحه العاديه اللي هو فتح البطن. فاحنا كجراحين ما كنا نحبها، واحد سمين وتفتح بطنه مشكله كبيره انك توصل المعده وتقص المعده. من تغيرت وصارت عمليات المناظير وفتحات الصغيره غيرت الحياه، غير حتى المريض يعني تسوي العمليه اليوم خلال 24 ساعه ماكسيموم 48 ساعه يروح البيت. العوارق ملحوظ يعني. نعم. مشاكل العمليات صارت اقل، مشاكل الجروح صارت اقل. عشان كذي عمليات السمنه كثرت، لان اجراءها صار ابسط. ابسط صحيح. للدكتور وللمريض، لان انت في الكاميرا تشوف اكثر، تشوف الوضع اكثر. صحيح. بالنسبه لك العمليات هذه تقريبا ما تغيرت كثير، بس انجح عمليتين، انا اتكلم خبرتي الشخصيه، انجح عمليتين في الوقت الحالي، انجح عمليه التكميم، والعمليه الثانيه اللي هي عمليه تحويل المسار. في عمليات اخرى اللي هي حلقه المعده وفي البالون. صحيح. هذول ناجحين نوعا ما، يعني مو ناجحين بنجاح التكميم وتحويل المسار. يعني ما تعطي نفس النتائج؟ مو مع انها اريح. لا مو اريح، اول شيء الحلقه مو اريح لانها فيها مضاعفات، بعدين ممكن تصير مضاعفات ما تبين الا بعد سنه ولا سنتين ثلاث. نعم. سنين. مشكلتها هذه الحلقه لازم المريض يلتزم بروجرام معين، لازم يلتزم مراجعات. مرضان هني مو ذاك اللي التزام. صحيح. التزام يعني يجيك مره بعد 6 أشهر يجيك مره ثانيه، اذا اشتكى من شيء يراجعك، اذا اموره الحمد لله زينه خلاص ما يراجع. نعم. فعشان كذي التكميم تمشي معهم اكثر حق مجتمعنا. في شغله ثانيه اللي هو البالون. البالون طبعا فيه انواع،
الحين على قولتك إذا في شيء تبون جديد حصري لكم، في بالون جديد راح ينزل على آخر الشهر. هذا البالون عبارة عن كبسولة، نفس الكبسولة الذكية اللي كانت قبل، بس هاي تبلعها تترسها ماي، بس ما يحتاج تشيلها. بعد 4 شهور هي تذوبها بروحها تذوب وتطلع، فما يحتاج انك تسوي منظار، فراح تكون تسهل على الامور. أكيد. بس هذه تنفع لفئه معينه مو كل الناس. هذه اللي احنا تكلمنا عنهم اللي هم الاوفر ويت والسمنه الدرجه الاولى، اللي احنا ما يصير اصلا نسوي لهم تدخل جراحي. هذه تنفعهم وايد. لكن اذا الناس السمنه المفرطه زايدة. لا، هذا عمليات التكميم هي افضل انت شيء. شايف الناس اللي يلجؤون لعمليات التكميم والامور هذه فعلا يحتاجونها مبرره، ولا هناك مبالغه في اللجوء؟ يعني لدرجه ان اكو ناس تقول انا ابي اسمن، ابي ازيد وزني عشان الدكتور يسوي لي العمليه هذه. تصير صح، وكثير ناس يجونا بالعياده ويكون ما يكون مثلا وزنهم المطلوب، فيقول لي دكتور انا بروح اسمن وارجع. انا اقول له ليش؟ مدام انت بتحط زيادة ام رهب، بتحط 5 كيلو زيادة، نقص هالخمسة كيلو وراح تشوف الفرق. هي الثقافة، هي ثقافة الأكل. ترى العملية مو بس تضعف، العملية مو بس عشان تضعف، العملية عشان تضعف عشان العملية راح تجبرك أول سنة أنك تمشي على نهج معين، طريقة معينة، أكل معين. فنفس الشيء ترى رجيم ثاني، يعني رجيم بس قسم عليك، يعني ما حتى ما عندك اختيار. ما عندك اختيار بالضبط، وتساعدك لمده من سنه لسنه ونص. بعد السنه ونص اذا بترجع على اكلك القديم وبتاكل حلو كل يوم وبتاكل شغلات ومن غير ما تسوي رياضه، انا اقول لك في نسبه من 20-30% ممكن يرجعون مره ثانيه. وهذا الحين قاعد يصير كثير الحين من المرضى، يرجع الشخص قاعد يرجعوا لنا وقاعد نسوي لهم اشعاعات ملونه ونشوف المعده متمدده، وقاعد نعيد لهم عمليات التكميم مره ثانيه. كثير نسبه، وحتى عمليات تحويل المسار، الناس على بالهم تحويل المسار المريض ما يرجع، لا، في نسبه 20%-30% يرجع. الفرق بين تحويل المسار والتكميم ان التكميم اذا رجع في حلول ثانيه تقدر تسوي لها، لكن تحويل المسار اذا رجع في حلول بس تكون صعبه ومو مضمونه نتائجها. فعشان كذي دائما ارجح المرضاي أو أي مريض أن عملية التكميم في البداية هي المرحلة الأولى أحسن لك، حتى حق المستقبل عملية التكميم ما فيها أي مضاعفات. جميل. فنسبة يعني مضاعفات أنت تنصح فيها أكثر من تحويل المسار؟ كثير كثير طبعا. نعم. نسبة الأمان لأي مدى وصلت نسبة الأمان في العمليات هذه؟ الحمد لله أقدر أقول لك على خبرتي أنا وبيدي أنا، الحمد لله بفضل رب العالمين، هذا فضل من الله. يعني الواحد ما يعني نسبة أمان العملية عندي 99.9%. فلما توصل هذه النسبة، هذه النسبة المطلوبة، وهذه النسبة اللي ما تقدر توصل أكثر منها، يعني لا يمكنك تقول 100%، بس لما تقول 99.9%، 99.5%، هذه نسبة عالية جدا الحمد لله. وبعدين يعني بفضل الله أن المرضى كثير يخافون من العملية، يخافون من أنها عملية كبيرة وعملية تسبب مشاكل. صحيح. العملية مشكلتها أول يوم بس، أول يوم في ألم، وفي الألم طبعا في مسكن. ثاني يوم على قولتهم كأنك كذاب، ماكو شيء. والحمد لله معظم المرضى اللي قاعد يراجعوني عقب العمليه باسبوع يقول دكتور لو ندري العمليه بهذه السهوله كان سويناها من زمان. وهذا اللي قاعد يصير والله الحمد لله. هو حكي يطمن فئه معينه من الناس، احنا ما ودنا الناس يعني تلجا لمثل هذه العمليات، لكنها حل مشكله. احنا انا حتى في العياده عندي اذا جاني المريض وعنده سمنه اقول اذا تقدر تسوي رجيم وتسوي رياضه وما تلجا للعمليه انا انصحك لا تسوي عمليه. لكن إذا سويت رياضة وسويت رجيم مرة ومرتين وثلاث مرات وماكو فائدة، معناها هذا الحل، وهذا حل مو من الدكتور محمد يعني، ولا من هذا حل من منظمة الصحة العالمية، وهي اللي قاعد تنصح فيه. لأن احنا الحين مثلا سياسة الدولة شنو الحين؟ سياسة الدولة التقشف، صح ولا لا؟ صحيح. فهذا حد تقشف، ترى الناس ما تدري أن أنت لما تسوي عمليات السمنة والناس تضعف أنت قاعد توفر على الدولة. يعني؟ طبعا، لأن مريض السمنة يحتاج كل شيء خاص، يبي له كرسي خاص، سرير خاص، أدوية، وأمراض تطلع بعد أمراض كثيرة، أدوية راح يستعملها كثير. صحيح. فهذه ترى الدول المتقدمة لما بدأوا يعالجونها وحطوا منظمة الصحة العالمية لازم تعالج السمنة. نعم. هذا أهم سبب عندهم، أن الاقتصاد تقلل ميزانية الصحة. إذن هي رؤية تأثر على الاقتصاد. دكتور عندنا تغيير، نشوفك وأنت تسوي بعض العمليات، خلونا نشوف الدكتور. Thank you.
يعني دكتور انت توك تسولف على العمليه كانت كانها شيء بسيط، لكن التقرير شيء هو بالنسبه لنا احنا شيء بسيط. هذا يعني لا يعني المريض قاعد يتعرض لعمليه، يعني اخر شيء النتيجه اللي شفناها هذه شنو؟ المعده، المعده هذه طلعناها بمعده. ولو شفت انت داخل حتى الشريط انا كنت اخيط المعده، هذا من الاشياء يعني اللي يعني بالنسبه لي ضروري جدا انه بعد ما تقص المعده بالدباسه عشان السيفتي وعشان الامان حق المريض تسوي له خياطه تغليفيه وتجيب منديل المعده اللي هو الشحم تلصقه في المعده. هذه تقلل من المخاطر وتقلل حتى من اللوعه والترجيع عشان المعده ما تلف. نعم. فهذه تساعد المريض كثير حقه في المستقبل. جميل دكتور. احنا خلينا ناخذ بريك عقب المناظر اللي شفناها ونرجع ان شاء الله نكمل. كل يوم الصبح من الساعة 9 للساعة 1 فرصة جديدة نخلي اليوم أحسن من أمس. بنكون معاكم في انطلاقة يومكم لدوامكم، إنجازاتكم، مستقبلكم ومستقبلنا. بنشوفكم وتشوفونا حتى عن طريق التليفون. ننشر بينكم عدوى لكنها إيجابية. 965 Today من الأحد للخميس على تلفزيون المجلس. أحمد المسعودي قناة المجلس. بقناة المجلس أحمد الشمد بقناة المجلس طارق الصقر. من مكان الحدث لحظة وقوعه حسين الصايغ لقناة المجلس. إلى استديوهاتي أخبار المجلس. برنامج سراي هو نوع من التكريم لكل الشخصيات الكبيرة القديرة اللي نقابلها، فناخذ بكذي في قصة يعني بنسولف. من قرية الدمنة شاوي صغير وأبوي صياد سمك. من جبلة، من شرق، من مرقاب، الكويت كلها كانت رائعة بأهلها. كنت دائماً أتوق شوقاً إلى خدمة الأمة. حط إيده علي فقال بارك الله فيه ما شاء الله عندك ابن بهذا الكبر. هذا باب الفاتيكان. لما تدعى الذكريات ما تودع. حياكم الله. الكويت على فكرة ولادها ما تخلو من مواهب في جميع المجالات. ترجعون للماضي الجميل. هذا أقل شيء وهذا أقل شيء وهذا هدفنا في قناة المجلس في برنامج سراي. سراي الأربعاء على تلفزيون المجلس. كملين حوارنا، لكن أنا الحين ودي شوي أتكلم مو عن عمليات السمنة فقط لكن عمليات التجميل. دكتور في فرق بين عملية السمنة وعملية التجميل، لكن خلينا نقول هذا السؤال مهم جدا، لازم اللي بيسوي هذه لازم بيسوي هذه بعد. لا لا لازم يعرفون السمنة مرض لازم يتعالج. نعم. التجميل تجميل حاجة تبي تسوي سوي، ما تبي تسوي ما راح يضرك شيء، يعني يعني شيء زايد مو ضروري. أما السمنة لا، هي مرض يعني هذا دائما احاول بكل لقاءاتي بكل المرضى اللي اشوفهم. نعم. اني ابين لهم، لان في مرضى يجون العياده عنده سمنه مفرطه. صحيح. يقول دكتور بسوي عمليه تجميل، ما يصير. انت لازم يقصد تضعف. شفط دهون يعني؟ شفط دهون، شد بطن. نعم. اللي هو انت لازم تضعف بعدين تفكر في عمليه التجميل. يعني شنو عمليه التجميل يحتاجها الانسان بعد التكميم؟ هو اكثر شيء طبعا يعتمد من شخص لشخص، مو كل الناس يحتاجونها. مثلا الشباب او البنات اللي ما تزوجوا ما عندهم عيال 50% منهم يحتاجون 50% ما يحتاجون. نعم. أما مثلا النساء اللي عندهم أولاد وحمل وولادة متكررة عادة يحتاجون البطن، هذا أكيد راح يحتاجون البطن. نعم. في طبعا الزنود، في الفخوذ، في الصدر، حتى الشباب بعضهم يحتاج الصدر لما يطيح لازم يحتاجون يصلحونه. نعم. في هذه الأشياء بس مهم جدا يعرفون أن هذه الأشياء ما تتسوى إلا بعد من سنة لسنة ونص من العملية. ليش؟ لأنه يكون خلاص الوزن ثبت. فهني تسوي العملية وأنت مرتاح، النتائج تصير أحسن بكثير. فلما يسوي واحد عمليات تجميل وهو سمين مهما سويت ما تعطيك النتيجة اللي أنت بالك، لكن ضعفت ويعني كنت كان وزنك مثلا 130 وصار 70 لما تسوي العملية أنت تصير غير. يعني أنت مستحيل تقبل هذه إنك تقول له روح سوي تجميل وهو حتى اطباء التجميل ما يرفضونها. عشان كذا اطباء التجميل الحين قاعد يحولهم علينا. نعم. يقول سووا عمليات السمنه. نعم. بعدين لما تفكر بالتجميل نسوي. ارجع لنا. مثلا انا اسوي عمليات تجميل البطن، يعني انا اكثر شيء اسوي البطن ما اسوي اشياء ثانيه. نعم. فهذه الاشياء لما يجوني عندهم سمنه مفرطه اقول لا اسوي لك التكميم اول
بعدين اسوي لك من اي التجميل. عمر ممكن تسمح لشخص انه يسوي تكميم؟ مو هذه الاشياء اللي قلت لك عنها الشروط اللي احنا سويناها قبل ما كان شروط ما اي احد ممكن يسوي. خلينا نتكلم عن الحين الشروط. قاعد نسوي من 16 سنه ل 65 اي احد اقل من 16 اذا كان عنده سمنه سوبر اوبيسيتي ودكتور الاطفال ودكتور الطب النفسي قال يحتاج تدخل جراحي نسويه. فوق ال 65 في حالات معينه اذا الطبيب المعالج قال يحتاج نسويه، لكن العمر اللي موجود بالكويت من 16 ل 65 ل 65 نعم. في شروط ثانيه؟ لا ما في شروط ثانيه، هذا كان اهم شرط. ايه. طبعا احنا الشروط الثانيه قصدك في هذا اللي حطيناه في العمليه. نعم اي كتله الجسم مهمه. نعم ان المريض انشاف من الدكتور، طبيب التخدير مهم، المستشفى يكون معد لهالشغلات هذه. نعم مو كل طبيب يسويها في تخصص معين في الجراحه. نعم. العامه في تخصص في السمنه. جميل. فهذه الاشياء اللي حلو. شو الفرق بين الرجل والمراه في اتمام هذه العمليه، التكميم او تغيير المسار او حتى التجميل؟ لا احنا نتكلم عن الرجل والمراه بالنسبه ان الرجل يسمع الكلام اكثر. صحيح اي كثير. انا لما المراه تعاي يعني تبي لا المراه تبي تاكل، ما عندها مشكله تاكل حلو، فتسوي العمليه أزايم. وبعدين تاكل هي راح تستانس اول سنه ونص تضعف، بس بعد 3-4 سنين لا. بس الرجال لا ملتزمين اكثر، ملتزمين يتحركون اكثر. فنتائجهم دائما نشوف الرجال اكثر. في شغله معينه لازم الناس تعرفها انا ودي اقولها، يعني مو كل واحد نسوي له عمليه راح يضعف الضعف اللي هو يبي. احنا نتكلم عن نسبه وتناسب، من نسبه 90% ل 95% يضعف الضعف اللي هو يبي او اللي احنا ندوره. صحيح. او نبي يوصل للوزن المثالي. حلو. في 5% 2.5% منهم يضعفون زياده عن اللزوم، في 2.5% ما يضعفون او يضعف 15 20 كيلو ويوقف. هذه مو من لان العمليه غلط او العمليه فيها شيء او ان الدكتور ما سوى اللي عليه، هذه في جينات معينه وحنا بالكويت نسميها عوده هو كذي، يعني يضعف شوي وخلاص يوقف. فهذا لازم يعرفون بالرغم من العمليه. بالرغم من العمليه. وفي ناس كثير قاعد يجون يعني يكون عند زملاء مسويهم، اقول لهم مو يعني كل واحد لازم ينزل، في نسبه معينه لما تكون النسبه 95% انت نزلت هذا اللي راح يصير، في 2.5% 2.5% الثانيين ما ينزلون النزل اللي يبونه. شغله ثانيه ودي اقولها. نعم. اول عمليه اهم عمليه. ليش هو في ثانيه وثالثه؟ اي في ناس لما يسمنون قلت لك في 20% يسمنون مره ثانيه ويحتاجون دخل جراحة ثانيه. يحتاجون. فاول عمليه اذا تسوت صح والمريض سمع الكلام صح هذه انجح. معناته لازم يختار الدكتور صح من البدايه. هذا هو، يختار الدكتور صح ولازم يسمع الكلام صح ولازم يراجع في العياده عشان بين فترة وفترة. اذا ما بعد العمليه ايضا الدكتور مهم. لازم يذكره. نعم. العمليه الثانيه اذا احتاج اعاده تكميم او احتاج تحويل مسار بعد التكميم، نسبه نجاح النزول اقل. نعم. تصير 70% 60%. فلذلك العمليه الاولى لازم تحرص عليها، لازم تتعب. هي ما راح تتعب، انت راح تاكل كل اللي تبيه بس الكميه راح تكون قليله. نعم. فلازم تعود. دكتور في سؤال مهم، المراه اللي تسوي عمليه تكميم شلونها مع الحمل بعد الزواج؟ عادي؟ اي طيب راح يخترب اللي لا بالعكس انت عندنا الحين حتى اطباء، انت قلت لك اطباء التجميل يحاولون عشان يضعفون، وهم اطباء النساء والولادة يحاولون النساء او الرجال مثلا اللي عندهم عقم او عندهم تاخير في الانجاب. صحيح. يحولهم علينا عشان هذا يساعدهم كثير وتغير. نعم. حياتهم 180 بس درجه. بس جسم المراه بعد الحمل والولاده هل ترجع للسمنه لو سوى لو كانت إذا مسويه إذا قبل؟ إذا كانت لا اذا محافظه، عشان كذا احنا ننصحهم ما يحملون الا بعد سنه من العمليه. اوكي. يعني ما يصير الوحده تحمل قبل سنه. نعم. وهذا دائما نعطيهم انستركشنز انه ما يصير تحمل الا بعد سنه. اذا تعودت، لان خلال السنه تكون تعودت على الطريقه الاكل المعين، الطريقه الجديده مالت الاكل، اذا مشت عليها حتى ايام الحمل ما راح تسمن مره ثانيه. ما راح تسمن. اوكي. هذه يمكن بشاره زينه. طبعا وكثير يعني مرضى يراجعونا ونشوفهم، وكثير مرضى حملوا خلال السنه الاولى والحمد لله ما صار شيء، وولادتهم صارت اسهل والبيبي الحمد لله. طبعا. لكن النصيحه الطبيه ان ما تحمل الا بعد سنه من العمليه. احوط طبعا ان طيب. تكون هي بالسيف سايد. صحيح. دكتور قبل شوي انت قلت ان انت تستخدم الدبابيس في التكميم، دبس المعده، زين بعد العمليه الدبابيس هذه شنو وين تروح؟ هذا كثير من المرضى يسالوني. طبعا الدبابيس مو شيء جديد على عالم الجراحه. نعم. الدباسات هذه الجراحيه نستخدمها من زمان. حلو. وكنا نستخدمها في المعده وفي القولون وفي كل مكان.
ليش الناس بدأت تعرفها؟ لأن العمليات صارت في المنظار ويشوفونها باليوتيوب، فيشوف شنو الدباسة فبيعرف شنو هذا الدباسة. دباسة جراحية مخصصة للأمعاء، للمعدة والأمعاء والأمعاء القليظة، فهذه ما فيها أي إشكال ولا تسبب أي مشكلة، ولا على قولتهم ما تحلي كلش، ولا تسبب أي إنذار حق أي مكان، حتى الأمراية يتخلص منها الجسم بعدين ولا لا؟ موجودة. أنا مثلا بعمليتي لما أقص، يعني الدكاترة لما ما يسوون شيء تبين موجودة، لكن أنا لما أسوي العملية أخيط خياط تقليفية فأغلطيها كلها ما تبين بالمرة، ونحط فوقها بعد المنديل فهذا يغطيها كلها. قبل لا نختم دكتور، نصيحة منك لمرضى السمنة. والله ننصح الآباء والأمهات أن ينظرون حق عيالهم. عيالهم صح. إحنا اللي طاف وعليه ووصل مرحلة السمنة خلاص ما نقدر، خلاص تحتاج دخل جراحي. إحنا ما نبي مجتمع سمين، نبي مجتمع صحي، مجتمع ينتج. السمنة دائما تسبب مشاكل في كل شيء، في النفسية، في الصحة، في كل شيء. لكن نبي أولادنا وبناتنا ندير بالنا عليهم. نعم. ووزارة الصحة لازم يعني هم يعني تدير بالها من هالناحية، أن لازم تصير نشرات أكثر على الأطفال. صحيح. طبعا دكتور شكرا لك على هذه النصيحة، وشكرا على اللقاء الدكتور محمد براك الهيفي، شاكرين لك هذا التواجد وهذه النصايح، ونتمنى لك أنت أيضا دوام الصحة والعافية إن شاء الله. الله يسلمك. وأنا أشكركم على هذا الدور، وأشكر الفريق العمل، ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. مشاهدينا نطلع فاصل، وبعدها راح نشوف عناوين جريدة الدستور. أنا توي واصل الساعة 12 ويطلع. أكيد أنا أبيكم تنامون. هذا حبيبنا التمساح اللي ذبحه أخوه. أنا أحب آخذ خطوات جريئة. شوية مغامرة وأترني. هلا ولدي يا شوية، هلا ومغايلة. لتر اللي بكى. بس توقف. فهني التشالنج يصير. We don't have time. جوني. Come on. قبل أن نختم حلقة اليوم، خلونا نشوف عناوين جريدة الدستور. المنشط الأول يقول: الأمير للنواب اعملوا على تحقيق آمال المواطنين بما يدعم مسيرة التنمية. وعندنا أيضا منشط آخر: المالية قدمت تعرفة جديدة للكهرباء في لسان لكل كيلو واط من 6000 الأولى. وأيضاً الغانم يعقد مباحثات مع نظيره التشيكي. والمانشيت الأخير: اقتراح نيابي بمنح حق الانتخاب للمتجنس قبل 5 سنوات. كذي نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كانت حلقة مميزة مع ضيوف مميزين، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا. نشوفكم باكر إن شاء الله بنفس الوقت. مع السلامة.